طيب نيجي بقى نتكلم على الكورس بتاعنا اللي هو اللي لما حد يخلصه هيبقى اسمه تكنيكال كونسلتنت، تمام، او سيستم ادمن، فالاتنين بنفس المسمى. اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله هنتكلم على الاوفر فيو بتاع البرنامج والبلاننج بتاعت الانستليشن بتاعته، وهنخش في الانستليشن ستيبس، وبعدين نتكلم على ازاي نقصين رولز لليوزر والمانج اليوزر والسيكوريتي بتاعتها، وبعدين نتكلم على السيرفيسز والاناليتيك والريبورتنج سيرفيس، تمام، والجزء على الادمنستريشن نعرف منه ازاي نقدر نظبط السيتنج المتعلقه بالسيستم بتاعنا، وبعدين في النهايه حاجه اسمها الاورجنايزيشن موديل، ونفهم ايه المميزات في التعامل بتاع الموديل ده. تمام، دي كده التوبكس اللي احنا هنعدي عليها ان شاء الله في البرنامج معانا. تمام، طيب هنبدا بقى نشتغل على التسطيب بتاع البرنامج. لما يجي نسطب البرنامج قدامي ثلاثة سيناريوز، تمام، كلهم بيحتاجوا ان يكون عندي اكتف دايركتري، كلهم محتاجين يكون عندي اكتف دايركتري. عشان كده انا هوقف بس الجزء النظري دوت قبل ما ابدا اكمله ونبدا نتعامل معاه، عشان حتى كسر الروتين بتاع الكلام النظري، عشان الكلام النظري بيزهق شويه. هنروح بس نشوف اللاب انفايرمنت بتاعتنا، ايه اللي المطلوب ان احنا نجهزه في اللاب بتاعنا، عشان بعد كده لما نشرح الكلام دوت نروح مباشره على اللاب ونطبق واحنا الدنيا بتاعتنا جاهزه. تمام، احنا طبعا هنشتغل على برنامج الفي ام وير. كنت محتاج بس اعرف، معلش، ولو احصائيه كده بسيطه، اللي ما اتعاملش مع برنامج الفي ام وير كده اسيبكم يرفع ايده كده على البرنامج بتاع الزوم. اللي ما اتعاملش مع برنامج الفي ام وير قبل كده، ما يعرفش حاجة عن برنامج الفي ام وير. طيب تمام، ماشي، تمام، خلاص عايزينكم ننزل ايدينا عشان بعد كده يفعل اعرف ان في تساؤل يعني. ماشي يا استاذ رضا، ماشي، تمام. طيب كملخص سريع بس كده للناس اللي هي ما اتعاملتش مع برنامج الفي ام وير ببساطه. طبعا الشرح التفصيلي للبرنامج والتعامل معاه، لو حضراتكم حابين يعني، انت لو حضرتك عملت بس سيرش، عشان برضو تبقى انا مش بقول يعني للجزء بتاعنا اللي يخصني كمساعد مثلا، لكن لو حبيت عشان تبقى متعود يعني على نفس الشرح بتاع نفس الانستراكتور، لو عملت كده سيرش كده 2012 مثلا، هتلاقي في فيديوهات كامله انا منزلها على التشانل بتاعتي وعلى التشانل بتاع فري فور عرب، هم واخدينها برضو من سازوني الناس انهم يحطوها، بتشرح الكورس بتاع الام سي اس اي. تمام، واول محاضره اول محاضره تقريبا بالكامل كلها، تمام، هتلاقيني شارح الفي ام وير بالكامل ازاي اتعامل معاه. لكن انا هديك دلوقتي ملخص برضو بسيط، هحط لكم برضو اللينك اهوت في الشات علشان اللي عايز يبقى يعني يوصل لها بشكل سريع. تمام، اهوت ومثلا خدوه كوبي وبيست كده كلكم وخلوه معاكم لو حبيتوا يعني، عشان تقدر تبقى يعني ايه تاخد فكره اكبر من الفكره الملخصه اللي انا هقولها. انا دلوقتي هقول كده فكره ملخصه عن برنامج الفي ام وير عشان بس تساعدك تفهم معايا المجال اللي احنا شغالين فيه دلوقتي في التطبيق. لكن لو حبيت تستفيد من اي معلومه زياده قدامك اللينك دوت اللي انا بعته لك، والكورس كامل بتاع الام سي سي تحب تسمعه تبقى استفدت برضو فيه ان شاء الله. برنامج الفي ام وير ببساطه هو برنامج بيساعدني ان انا اعمل من خلاله تمام يعني مكن تخيلي علشان اقدر اتعامل مع بيئه العمل التدريبيه اللي انا شغال عليها. يعني دلوقتي مثلا انا عايز اسطب برنامج الديناميك اكس، تمام، فهبدا ادور على كمبيوتر حقيقي بمواصفات عاليه وابدا اسطب عليه نسخه ويندوز، تمام، ويندوز سيرفر، وادور بقى على اللايسنس بتاعت ويندوز سيرفر والكلام ده كله. الكلام ده هيبقى مرهق جدا من الناحيه الماليه والمجهود والكلام دوت،
فهم الناس المتخصصين في مجال علوم الاي تي عامه يعني اخترعوا لنا برامج كتيره جدا بتساعدني ان اعمل كمبيوتر تخيلي، مش كمبيوتر حقيقي، ده كمبيوتر مثلا تخيلي ليه هو البرامج بتاعته، ليه الهاردسكات اللي ممكن تحطها عليه وتتعامل معاه وتسطب عليه برامج وتطلع منه انترنت وتسطب عليه البرامج التدريبيه وتطبق عليه كل المفاهيم التدريبيه اللي انت بتتعلمها في اي كورس متعلق بالاي تي او الانفورميشن تكنولوجي عامه يعني، تمام؟ وتتعامل مع الموضوع بالكامل بشكل واضح وسلس يعني، من غير ما تكلف نفسك تكاليف ماديه وارهاق في ان انت تشتري حاجات حقيقيه. فهو برنامج معمول للتدريب عامه، لكن بعد كده تم تطويره واصدارات منه طلعت وتم استخدامه في الحياه العمليه فعليا، مش مجرد تدريب بس، بقى تم الاعتماد عليه في الحياه الحقيقيه، ان انا اعمل سيرفرات فيرتشوال واخلي الداتا الحقيقيه بتاعتي بتاعت الشركه كلها تبقى موجوده عليها واتعامل معاها بشكل قوي وحقيقي. وتم طبعا تم تطوير الفكره بشكل اكبر في التعامل مع فيرجنز منه الاي سي اكس اي، وبعدين شركات تانية زي مايكروسوفت طلعت حاجه اسمها الهايبر في، حاجه مشابهه برضو للفي ام وير كده، تعمل من خلالها كمبيوترات تخيليه، وفي فيرتشوال بوكس بتاع شركه سان واشتريت دلوقتي شركه اوراكل، تمام؟ وهكذا بقى بتلاقي البرامج التخيليه ديت اللي تعمل منها خلالها برامج كمبيوترات تخيليه موجوده كتيره جدا على الساحه، لكن احنا اخترنا برنامج الفي ام وير، تعامله سهل ولذيذ وسلس، تمام؟ انا بعت لكم في اللينكه بتاعت الجوجل درايف السورس بتاعه، موجود تقدر تسطبه وتلاقي السيرفر بتاعه منتشر جدا على النت، تعرف تجيبه. هتنزل كمان من على السايت بتاع مايكروسوفت الايزو فايل اللي هو هتعرف من خلاله تسطب الكمبيوتر التخيلي دوت. التعامل مع الكمبيوتر، انشاء الكمبيوتر التخيلي على البرنامج سهل جدا. هتيجي نوت من هوم تقول انا عايز انشئ نيو فيرتشوال ماشين، تمام؟ وتبدا تدوس نيكست نيكست، وتيجي هنا تقول له فين السورس بتاع الويندوز اللي انت هتسطب منه. هو طبعا زيه زي اي كمبيوتر حقيقي، لما تيجي تسطب نسخه ويندوز على كمبيوتر حقيقي بتدي له الاسطوانه اللي عليها نسخه الويندوز اللي هتسطبها او الفلاشه اللي هتسطب منها. فهنا بياخد نفس الفكره، هو ممكن تشاور له على الاسطوانه لو الاسطوانه ديت فعلا الحقيقيه اللي في الكمبيوتر شغاله ومحطوط عليها سي دي درايف يعني، او تدي له البديل بتاع حاجه اسمها الايزو فايل. ايه الايزو فايل دوت؟ الايزو فايل دوت هو عباره عن الفايل اللي بيعبر او بانكلودد جواه نسخه الويندوز بتاعتك اللي انت هتسطبها، ولكن بشكل مضغوط زي الوين رار، تمام؟ الفرق بس ان الايزو بيبقى مضغوط لكن معاه حاجه اسمها ملفات البوتينج اللي هي بتساعدك على ان الكمبيوتر يعمل عمليه البوتينج او التحميل يعني، تمام؟ فانت بتشاور له على فايل ايزو هنا كده وتبدا تدوس نيكست. بيقول لك الفيرجن بتاع الويندوز اللي انت هتسطبها ايه، نختار 2012 R2 داتا سنتر. طبعا هتلاقي الايزو اللي بتخص الويندوز سيرفر 2012 R2 منتشره بشكل قوي جدا على النت من السايت بتاع مايكروسوفت او من غيره، تمام؟ بس افضل طبعا تنزلها من على السايت بتاع مايكروسوفت. هيطلب منك شويه معلومات كده، بتكتب اي معلومات وهميه، اي حروف ولا حاجه، ورقم التليفون تكتب اي رقم، والايميل اي حاجه فيها ات ودوت كوم في الاخر بيقبلها، تمام؟ اي معلومات كده دامي انفورميشن كده خيبانه كده راندوم بيقبلها ويكملك الخطوات بتاعه الداونلود. بعد ما تعمل لها داونلود تيجي هنا تشاور له عليها زي ما احنا اتفقنا كده في الخطوه دي، هيقول لك الفيرجن هتسطبه 2012 R2، قول له اوكي. هنا بتشاور له على الباث، المسار اللي هتبدا تتسيب فيه الماشين ديت. الماشين ديت او الكمبيوتر التخيلي عباره عن مجموعه من الملفات، ملف مثلا بيعبر عن الهارد ديسك، ملف بيعبر عن الكونفيجريشن بتاعت الرام والبروسيسور وكارت الشاشه فمجموعه الملفات دي اللي بتعبر عن الكونفيجريشن بتاعت الكمبيوتر كلها هتتسيب في فولدر واحد علشان بعد كده تقدر تتعامل معاها وترجع لها في اي وقت. انا ممكن اخد الكمبيوتر التخيلي دوت مثلا في فلاشه واروح اشغله على كمبيوتر اخر عندي مثلا عليه برنامج الفي ام وير، فكاني شايل كمبيوتر كامل وسيرفر كامل عندي في جيبي على فلاش، فهتلاقي الدنيا فيه جميله جدا والتعامل معاه يعني بشكل سلس ولذيذ قوي. وتقدر بعد كده بعد ما يموت الكمبيوتر دوت التخيلي تتعامل معاه بنفس التعاملات بتاعه الكمبيوتر الحقيقي كامله، تسيف زي ما قلنا كده عليه داتا، تطلع منه انترنت، تعمل داونلود، تسطب عليه البرامج اللي انت عايز تدرب عليها،
كل ما هو يمكن عمله على الكمبيوتر الحقيقية بيتعمل بالظبط على الكمبيوتر التخيلي. فصراحة هي يعني اختراع وحاجة جميلة جدا. تمام، فياريت تتعلموه بشكل قوي. تمام، هندوس نيكست. نيكست بعد كده بقيت الخطوات كلها نيكست، مفيش فيها اي يعني اختراعات كده. هنا حجم الرام اللي انت عايز تديها للكمبيوتر التخيلي ده قد ايه، كأنك مثلا رايح تشتري كمبيوتر مثلا من مول، فبتقول له والله عايز اشتري كمبيوتر ويكون الرام بتاعته قد كده مثلا. تمام، فبتبدأ تحدد حجم الرام بتاعت الكمبيوتر التخيلي، بتحدد بعد كده الهارد ديسك بتاعك نيكست حجمه قد ايه، اهو هنا مثلا 100 جيجا. طبعا في تفصيلات في الخطوات اللي انا بتخطاها نيكست نيكست ديت، في تفصيلات في النص، لكن انا يعني بتخطاها على امل ان انتوا ترجعوا ان شاء الله للفيديو اللي انا حاطط لكم اللينك بتاعه على الشات دوت، وهتسمعوا التفصيلات بتاع الخطوات اللي انا بتخطاها ديت معناها ايه وتفصيلاتها ايه وكده. تمام، انا بس يعني عشان حفاظا على وقت المحاضرة بدي بس كده اوت لاينز للبرنامج اللي احنا بنستخدمه دوت، وتقدر ترجع ان شاء الله للتفصيلات بتاعته في اللينك اللي انا حاططها لكم. هتخلص نيكست فينيش، خلاص تمام كده فينيش، خلاص يبقى الكمبيوتر اتعمل. بعد ما تعمل الكمبيوتر تبدا تعمل ليه حاجه اسمها باور اون، تعمل له تشغيل، يعني هيبدا يشتغل معاك ويسطب الويندوز. تمام، وتصبح المكنه او الكمبيوتر التخيلي دوت جاهز معاك تطبق عليه الخطوات بقى اللي احنا هنعملها دلوقتي على الكمبيوتر التخيلي. تمام، احنا هنعوز فعليا معانا 3 مكنات سيرفر، ده على الاقل. تمام، وكمبيوتر اخر رابع عليه ويندوز كلاينت للي عايز. تمام، اللي عايز يعمل الكمبيوتر اللي هو بتاع الكلاين دوت علشان يبدأ يعمل من خلاله فكرة تطبيق الكلاينت ايجنت. تمام، فهنا كده اول كمبيوتر تخيل احنا هنعمله. احنا هيبقى في كمبيوتر عندي اللي هو سيرفر يعني الاولاني، هنسطب عليه اكتيف دايركتوري رول، وبعدين هيبقى سيرفر تاني ده ممكن يديله رام 1 جيجا. انا هنا مديله 2 جيجا، انا بتكلم للناس اللي عندها مشكله في الرامات. تقدر تقلل الرام تخليها 1 جيجا لو حبيت، بس طبعا مش هعرف اقللها والمكنه شغاله. تمام، لازم اطفيها يعني. فهتدي الكمبيوتر التخيلي بتاع الدومين دوت 1 جيجا، بتاع السيكوال سيرفر يكفي 4 جيجا كده، ادي 5 جيجا. تمام، الكمبيوتر اللي هو بتاع الاي اكس دوت كنت اتمنى ان احنا نقدر نديله 10 جيجا للرامات بتاعه تسمح، لكن بالتوزيع احنا قلنا اقل حاجه عايز 16 جيجا في الجهاز الفيزيكال بتاعي. ف 16 جيجا المكنه بتاعت الاي اكس كده زي ما قلنا، وادي المكنه بتاعت السيكوال، وادي الاكتيف دايركتري. الاكتيف دايركتري كده اتفقنا ان هو 1 جيجا رام. السيكوال سيرفر هنديله 4 جيجا رام. الاي اكس احنا كده ادي 5 جيجا، لو ادينا 10 هيبقى 15 جيجا، والجهاز كله 16 هيبقى الدنيا صعبة شوية، فاديله 9 بس، 9 جيجا رام بس. اللي يقدر فيكم يزود يا ريت. الاي اكس بيحتاج رامات كتيرة جدا. تمام، على المستوى الريال لما بنيجي نسطب الاي اكس سيرفر على جهاز فيزيكال بيبقى واخد 24 جيجا، بيبقى ميت تعبان، لكن الدنيا دلوقتي عشان فيرتشوال فبنقدر نتخطى الموضوع وبيمشيها يعني. لكن علشان انت ما تحسش بالتقل اللي على الجهاز وانت شغال، اتليست يبقى 10 او 9 في الرينج اللي احنا بنتكلم عليه دوت. اللي يقدر يزود يبقى يا ريت يعني. تمام، دول الثلاث كمبيوترات اللي احنا هنحتاجهم. طبعا ده هتسطب عليه 2012 سيرفر ار 2، عليهم كلهم نفس الكلام برضو 2012 ار 2، ده 2012 ار 2. تمام، ده اللي هنعمل عليه الدومين. تمام، هنفهم يعني ايه كلمه دومين دلوقتي للناس اللي ما تعرفهاش، وهنبدا نجين عليه المكنه ديت والمكنه دي. طيب، من باب برضو معرفه الاحصائيات،
اللي ما اتعملش قبل كده على الدومينز وما يعرفش يعني ايه كلمة دومين، استنيكم برضو يرفع ايده كده نعرف قد ايه العدد. اللي مش عارف بدون حرج يعني، احنا بس انا عايز اعرف احصائيا يعني. اللي ما اتعملش مع فكرة الدومين طيب تمام، اتنين بس. طيب ماشي يا زلمه استاذ رضا، انت عملت مع الدومين عشان عرفت حضرتك محاسب فاهم يعني ايه دومين. طيب ايا كان بقى ايه الناس يعني العدد، هتلاقوا برضو في اللينك اللي انا حاطه لكم ديت التفصيل برضو بتاعت الدومين. انا هعمل طبعا دومين دلوقتي بس بشكل مبسط وسريع تمام، وهنبدأ ان شاء الله نشوف التفصيلات بتاعته بتتعمل ازاي تمام، عشان نشوف بس التعاملات بتاعتها بتبقى عامله ازاي. طيب عشان نعمل دومين دلوقتي هاجي على الكمبيوتر اللي انا مسميه مساعد دي سي دوت، هفتح هنا السيرفر مانجر واجي من عند مانج واعمل حاجه اسمها اد رول تمام. هختار الرول اللي اسمها اكتف دايركتري دومين سيرفيس. يعني ايه دومين؟ يعني انا هعمل شبكه فيها سيرفر رئيسي بتاعنا اللي هو دوت، هيبقى الشبكه دي ليها مسمى بتضم تحتيها بقيه السيرفرات واجهزه الموظفين اللي عندي حتى في الشركه، يكونوا كلهم مندرجين معايا تحت نفس المسمى. يعني مثلا انا هعمل شبكه مثلا اسمها اكس دوت كوم مثلا يعني تمام، فهتلاقي السيرفر دوت وليكن مثلا اسمه سيرفر 1، هيبقى سيرفر 1 دوت اكس دوت كوم منتمي لنفس الشبكه. السيرفر دوت هيبقى سيرفر 2 مثلا دوت اكس دوت كوم، ده سيرفر 3 دوت اكس دوت كوم. يعني كلهم هيكونوا مشتركين في نفس المسمى بتاعت نفس الشبكه، وبتضمهم كلهم نفس الشبكه الواحده اللي هي عديناها الاسم بتاع اكس دوت كوم دوت، بما فيهم طبعا السيرفر الرئيسي. وطبعا هتبقى بيانات المعلومات بتاعت الاجهزه ديت كسيرفرات وكاجهزه موظفين تمام، والاكونتات بتاعت اليوزرز نفسهم اللي قاعدين شغالين على اجهزه الموظفين، ده اليوزر نيم بتاعه كذا والباسورد بتاعته كذا، والمعلومات بتاعت البرنترز والشيرد فولدرز والحاجات كلها اللي تخص الشبكه دي. كل المعلومات دي بتبقى متخزنه هنا كده في السيرفر دوت اللي هو اسمه الاكتف دايركتري سيرفر او الدومين كنترولر بي سي بتاعنا تمام، هو دوت اللي بيحوي في داخله كل الاكتف دايركتري داتابيز، المعلومات بتاعت اللي بتخص كل الشركه او الشبكه بتاعتي في الشركه اللي احنا شغالين فيها. فدومين ببساطه هو عباره عن مظله كده، كلمه دومين معناها مظله كده بتظلل او بتضم تحتيها جميع اجهزه الشركه بما فيها السيرفرات واجهزه الموظفين وبقيه الاوبجكتس اللي عندي تمام. ده كده معنى مبسط لمعنى كلمه دومين او لكلمه دومين يعني. فاحنا هنبدا نيجي على السيرفر الكلام دوت هنحوله الى دومين دلوقتي بالخطوات اللي احنا هنشوفها، وبعدين نجي نعمل جوين عليه للسيرفر الاولاني، وبعدين نعمل عليه جوين للسيرفر الثاني، لان الاي اكس ما بيشتغلش الا في وجود الاكتيف دايركتري. يعني الاي اكس بيشتغل تحت مظله الاكتيف دايركتري سيرفر، لو ما فيش عندي اكتيف دايركتري سيرفر الاي اكس عندي هيقع. احنا لازم نقوم الاكتف دايركتري وبعدين ندخل تحت سيطرته وتحت مظلته الاي اكس سيرفر، وبعدين ندخل تحت مظلته وسيطرته السيكوال سيرفر تمام، ونبدا بعد كده نشوف التعامل مع الداتابيز ديت بيشتغل ازاي لحد ما نقوم البرنامج واحده واحده، ونتكلم على البلان بتاعت الكونكشن او الكوميونيكيشن ما بين الفروع بعضيها، وازاي لو فرع عندي هيتصل بفرع اخر وهيشوف السيرفر تمام، وازاي نقدر ناخد باك اب ونقصين رولز لليوزر اللي عندي. كل التفصيلات دي ان شاء الله هنتكلم عليها دلوقتي ايه بالتفصيل.
تمام. فانا هاجي بس نوت على السيرفر اللي احنا اتفقنا هو يبقى ده الدومين كنترولر بتاعي، اخترت الرول ديت تمام. لو في حد مثلا حاسس ان هو يعني للناس اللي ما مرتش على فكره الدومين قبل كده، حاسس ان هو محتاج يزود المعلومات شويه عشان الصوره توضح اكتر، زي ما تقول كده في اللينك ديت هتلاقي برضو التفصيلات بتاعه المعلومات عن الاكتيف دايركتوري والدومين بالشكل الايه الاوضح من الخطوات ديت. دي تعتبر خطوات سريعه اللي انا اعملها دلوقتي كده ملخصه، لكن هتلاقي التفصيل ان شاء الله في اللينك بتاعه الفيديو بتاعي اللي انا اديتك اللينك بتاعته تمام. هدوس نيكست نيكست وابدا اعمل انستول، هياخد دقيقتين بالظبط كده، وبعدين نبدا نكمل خطوات الانستليشن بتاعه الاكتيف دايركتوري. يعني دي كده مش الانستليشن فقط، لا دي خطوات تمهيديه. لما يخلص هنا اللي يظهر عندي كده نوتيفيكيشن باللون الاصفر هنا كده، ده معناها ان الدومين فعلا اكتمل تمام. هوقف بس الفيديو علشان ما يطولش عليكم. انا طبعا حاطط اي بي للسيرفر دوت اللي هو الاكتيف دايركتوري بتاعنا، الاكتيف دايركتوري سيرفر اللي هو اسمه دومين كنترولر يعني، حاطط له اي بي 1001 تمام، وقافل الفاير وول، وحاطط للسيرفر الثاني 1002 متاكد ان هما شايفين بعض، وللسيرفر الثالث 1003 تمام اللي هو بتاع السيكوال. اظن بس عايزين نظبط الكارت بتاعه. هيبقى انا عشان انا مظبطهم كلهم على سويتش رقم 3، فمجرد بس ما يتوصل على سويتش رقم 3 هتلاقي البنج ان شاء الله يشتغل. اشتغل اول بنج خلاص. فانا كده عملت الرول، الخطوات المبدئيه للرول بتاعت الاكتيف دايركتري. هاجي انا كده اعمل حاجه اسمها بروموشن. بروموشن هي ترقيه، بيقول لي رقي السيرفر دوت عشان يصبح دومين كنترولر. مايكروسوفت بتعتبر السيرفر دوت اول ما يبقى دومين كنترولر وبيحمل اسم الشبكه اللي انا هضم تحتيها بقيه السيرفرات والاجهزه كلها، فدي كده عمليه ترقيه لي، بترقي المقام بتاعه وقيمته، فعشان كده بتسميها بروموشن. يعني مستخدمه للمصطلح بتاع الترقيه دوت مش اعتباطا. احنا طبعا هنختار الاختيار دوت، هندي هنا اسم الشبكه زي مثلا انا كنت مديها كنموذج كده x.com في الرسمه بتاعت الالبنت براش، ممكن اسمي مثلا محمود سعد msaad.com مثلا، كل واحد طبعا يقدر يسميه باسمه. بتدي اي مسمى كده عام الاجهزه كلها كشبكه تندرج تحتيها. هنا بيقول لي حط باسورد للريستور مود. الريستور مود اللي هو حاجه كده شبه السيف مود اللي في ويندوز 10، بس ده معمول علشان لو الاكتيف دايركتري داتابيس فيها مشكله تقدر تدخل تعمل لها مينتينس من خلال الريستور مود. انا باكد تاني بقول ان الخطوات ديت انا بعملها بصوره سريعه ومختصره، اعتمادا على ان الناس اللي ما عندهاش اي باك جراوند سابقه عن يعني ايه اكتيف دايركتري تقدر تدخل وتتعامل مع المعلومات اللي موجوده في اللينك اللي انا كتبته لكم، علشان بس ما نظلمش الناس برضو اللي عندها باك جراوند عن الموضوع كويس، يقولوا احنا جايين ناخد كورس اكس مش ناخد كورس اكتيف دايركتري. فانا كده مسكت العصايه من النص، يعني بوضح للناس اللي ما عندهاش اي باك جراوند قبل كده عن الموضوع معلومات اساسيه بسيطه تمام، واديتهم السورس اللي يقدروا ان هم يستزيدوا منه، وفي نفس الوقت ما ظلمناش الناس اللي عندها باك جراوند وضيعنا وقتها على الفاضي يعني. تمام. هنبدا بيبدا هو يتشيك بعض البريكويزيت اللي من ضمنها ان الادمنستريتور اكونت هو اللي عامل لوجن دلوقتي بيعمل القصه ديت ومحطوط له باسورد كومبليكس. دي شويه ورنين كده يعني ما تفرقش في حاجه. هيعمل انستول تمام، وبعد كده هنبدا نعمل عمليه الجوين. يبقى احنا اللي احنا عملناه الى الان ان احنا قومنا المسمى بتاع الشبكه على السيرفر دوت، سميناه msaad.com تمام على السيرفر دوت، وهنبدا نربط تحت ادارته السيرفر بتاع السيكوال والسيرفر بتاع الاكس تمام. رجاء الناس اللي عندها مشكله في الرامات يعني على قدر المستطاع تحاول ان انت تزود الرامات اللي عندك، او لو في حد مثلا زميل
حد معرفة في الشغل عندك في سيرفر تقدر تجرب عليه اللابات ديت، يبقى يا ريت تكون اتصرفت في الموضوع من بكرة ان شاء الله، تمام؟ عشان لما نبدأ نحدد مع بعض بعد الكورس بعد المحاضرة ديت المواد اللي نبدأ فيها في الكورس بتاعنا ان شاء الله، اللي هي تبقى في غالب الثلاثة الجاية ان شاء الله كده، تبقى انت تكون خلصت ترتيباتك بتاعة الرميل. هيعمل ايه ده؟ ريستارت كده. السيرفر دوت تم اعتماده كدومين كنترولر، تمام؟ هيبدأ دلوقتي يعمل ريستارت اوتوماتيكلي، او فعلا عمل دوت ريستارت. بعد ما يعمل ريستارت هنبدأ نجين عليه السيرفرات الاخرى، تمام؟ نسيب الفيديو ده كده برضه عشان ما يطولش عليكم في المذاكرة.